هو داز من الجمعه اللي قدموا فيه الراجل مثلا الدفعات ديالهم على القرار ديال الويكلو اليوم الجمعه وباقي ما توصلوش بقرار 8 ايام تقريبا وباقي ما توصلوش بقرار. كنا كنقولوا الجمعه غتنعقد حتى الجمعه الاخرى يعني اليوم كلشي كيتسنى القرار ديال لجنه الاستئناف باقي حتى حاجه ما خدراش. لا ما نهضروا على يعني القرار والحيتيات ديالو لان ملي تكلمنا ديك النهار قلت واش فعلا قانون الشغب فيه شي بوند يعاقب، ولكن ملي مشيت سولت وبحثت وكذا ما فيه حتى شي بوند يعاقب الفريق خارج الملعب. الفريق مسؤول على عمليه التنظيم اللي كتكون في الملعب على برا، ولكن في الملعب عمليه ديال التنظيم اثناء وقبل وبعد المباراه، ولكن داخل الملعب الراجل ملي مشاو لجنه الاستئناف راه الدفعات ديالهم راه كانت قويه، لان اهم حاجه ارتكزوا عليها شنو هي الفيديوهات داخل الملعب، العناق اللي بين الجماهير ديال تطوان وديال الرجاء، جمهور تطوان مريح مع الجمهور ديال الرجاء، لي زيلترا ديال تطوان كيرحبوا بلي زيلترا ديال الرجاء، معنا كلشي الاجواء داخل الملعب كانت ايجابيه. ما وقع كان في الشارع العام، ما كنقولوش بانه من ايد الشباب هذو اللي غنجري داو عقوبه ديال العام ونص، فتولي معاقب الفريق على 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 مر جوج المرات اكثر من ذلك. الا بغينا كاع نمشي واخا هذا طرح انا ما كنحبلوش، ولكن بغينا نمشيو نقولوا باش عرفنا مثلا هذوك جمهور ديال الرجاء، واخا هذا ماشي طرح لان اللي بغاو يدخلوا الرجاء في هذه المساله قانونيا نحقهم، يقول لك الناس هذو حنا ماشي الجمهور ديالنا، الجمهور ديالنا ها هو كان في الملعب وهو وان كان حنا ما كنكروش ولا ما كنقولش بان هذاك الجمهور في هذيك الوقيته اللي كانت شغال هذاك الجمهور يحسب على جمهور فريق الرجاء الرياض، ولكن لا قانون الشغب واكثر من ذلك حتى لو بغينا نعاقبه راه نعاقب الفريق على عدم التنقل، نمنعوا من عدم التنقل ماشي نمنعوا في التيران ديالو. واخا الا غنعاقبوا على الشغب اشنو غادي نديروا على هذاك الشيء اللي كان في الملعب الداخل هذيك الاجواء والروح الرياضيه اللي كانت وكذا، ما غادي شنو زعما هذاك الشيء كامل نضربوه في الزيرو لان وحدين داروا الشغب وهادو اللي داروا الشغب راه تعاقبوا. علاش مثلا غيتعاقب الفريق فرضا غيتعاقب الفريق، واش خصني نعاقب الجمهور على منع التنقل لانه ملي كيمشي للمدن كيدير الشغب، ولا غنعاقبه في ملعب سميتو الملعب بلدي برشيد جميع المباريات اللي لعبوا من الرجاء جاو الجماهير مثلا ديال المغرب فراس يريحوا مع الرجاء، ما كان حتى شي حاله ديال الشغب، اذا علاش غنعاقبهم بالويكلو في التيران ديالهم؟ فحتى العقوبه فيها نظر وفيها نقاش، وهذا الشيء اللي طرحوا المسؤولين ديال الرجاء في الدفعات ديالهم. اولا الفيديوهات كتثبت بان ما كان حتى شي حاله شغب لا اثناء الدخول لا اثناء الماتش، كل شيء كان ايجابي لا فوق الخروج حتى شي حاله ديال الشغب. الشغب اللي كان خارج الملعب فيه جماهير ديال الرجاء اللي داروا اشياء افعال اجراميه راه تعاقبوا عليها بعام ونص، وراه مازال كيستانفوا القرار ديالهم وكيضربوا على باش ياخذوا البراءه ديالهم او لا يعني السينا في ايد العقوبه. اما ملي كنتكلموا على فريق الرجاء كفريق، قانون الشغب لا يعاقب الرجاء ولا يتحمل المسؤوليه فيما يقع في الخارج، وحتى لو بغينا نعاقبه راه كاين منع ديال التنقل بعد عقوبه اولى. عاد نتكلموا على ملعب، دابا هو في الملعب ديالو ما كاين لا شغب لا والو، كنعاقبوا الجمهور انه ما يحضرش الملعب، ما ماشي مقبول.